اتحداكم واحد يخصف الثاني يلا. بعرف ليش فرنا. لا والله انت تحشيش يلا رضى عليك. اخي بعونه الاسود لا تخصف الكلاب. يبو يزلك عقيل. لا تشبه روحك بالاسد فان الاسد حيوان. لو 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 وانت عمودي. الغافلة تسير والكلاب تنبح. تحدي لمتابعينكم، اتحداهم يتابعونكم وانا استشقت تتوقع يجونك. والله اتوقع مين؟ اكثر من 100 ما يجون، واللي يجي من طرفي يقول رضا ضعيف. والزهره يجون انا 20,000، اللي يجي يكتب من طرف عقيل له هذاك الاسم لكر. ويو يجيك انت وجيه وانت تصير العراقي. واللي يجي يكتب من طرف حمودي. خلينا نشوف والله ايش قد هذا اخذ فتك عصابه شنو ردت فعلك؟ قدامك ابو صقر ما يعرف صقر شوي. وانت عقيل شكل هذا الجسم ويخطفنا واحد والزار هيك راسه. وانت حمودي مو قلت لك رجعني عيوني رجعني. شنو الفرق بين العراقي والاجنب عقيل؟ الاجنب تقول له لا صيح تو طمع صيح، لكن العراقي ظل لاطش متشلب مدبق. حسين هناك عندهم حقوق الحيوان واحنا هنا ما عندنا حقوق البشر اصلا. حمودي الرقص حرام، التمثيل حرام، مساعدة الحكومة حرام، وما يعلن مضغوطات. يقولون شاي سوى جلطة، صدق رضا؟ والله المرة اسمع بعد ما اشرب شاي. وانت عقيل؟ والله حسين انا سامع بس هي كذب يعني ماكو هيك حاجة. حمود صدق شاي سوى جلطة؟ حبيبي الغالي منورني يا ورده ما اشرب اني.